الكريم كان هناك الكتاب، ثم شيدت أول مدرسة للذكور في سنة 1920. بقي الكتاب يعلم الصبيان والبنات، ثم أصرت الكفرانية إلا أن يكون لها مدرسة لتنال حقها في التعليم. فبنيت أول مدرسة للبنات ضمت إلى الكتاب، وفي عام 1945 شيدت أول مدرسة رسمية ضمت بنات كفران وبنات العباسية والقرى المجاورة. ضيفتنا اليوم فارسة أحرقة من بناتنا، من بنات البلد، حاصلة على الدكتوراه في علم وتكنولوجيا الغذاء من الجامعة الأردنية، حاصلة على رتبة خبير بتأسيس وإدارة أنظمة الجودة من نقابة المهندسين الزراعيين، شغلت منصبة رئيس شعبة الجودة ورئيس قسم مختبرات الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء لأكثر من 10 سنوات، مدربة ومعتمدة في إعطاء دورات مجال تكنولوجيا الغذاء وأنظمة إدارة الجودة، أستاذ مساعد بكلية الطب والعلوم الطبية جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، تعمل حاليا عضو هيئة التدريس في كلية التغذية والحياة في جامعة الدكتورة ليا أحمد الحوت. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكريم، حضرة الأستاذ طلعت دومش رئيس جمعية رابطة أهالي كفرعانة، السادة أعضاء الهيئة الإدارية الكرام، أعزائي أولياء الأمور، أحبتي الخريجين والخريجات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون معكم في هذا اليوم المبارك وأقدم كلمة فارس الحفل، فهذا شرف لي، أشكر لكم هذا التشريف. فها نحن نحتفل بنجاح دفعة جديدة من طلبتنا الأعزاء الذين أثبتوا جدارتهم واجتازوا مرحلة مهمة في مسيرتهم التعليمية. يومكم هذا ليس يوما عاديا، بل هو ثمرة لجهود متواصلة من العمل الجاد والسهر الطويل والتحدي والمثابرة. أهنئكم جميعا من أعماق قلبي على هذا الإنجاز الرائع. أنتم اليوم تضعون أقدامكم على أولى خطوات مستقبلكم المشرق، مستقبل مبني على أساس العلم والمعرفة والإرادة القوية. تخرجكم اليوم ليس مجرد نهاية لمرحلة ما، بل هو بداية لرحلة جديدة، رحلة تسعون فيها لتحقيق طموحاتكم وأحلامكم. لا شك أنكم واجهتم الكثير من التحديات، وأنا عن نقطة التحديات رح أوقف كمان شوي وأحكي من القلب للقلب بلغة بسيطة واضحة أتكلم فيها مع الطلاب، تمام؟ لا شك أنكم واجهتم الكثير من التحديات، لكنكم استطعتم بفضل الله وبفضل عزيمتكم وإصراركم التغلب عليها والوصول إلى هذه اللحظة المميزة. أنتم مصدر فخر لنا، ونجاحكم هو شهادة على الجهد والصبر والإيمان. يمكن أن يحقق المستحيل، وأود أن أوجه شكري وتقديري لكل من ساهم في نجاحكم اليوم من معلمين ومعلمات وأولياء أمور. جميعهم كانوا داعمين لكم في مسيرتكم وكانوا شركاء حقيقيين في هذا النجاح. وأخيراً أوصيكم بأن لا تتوقفوا عن هذا الإنجاز، بل اجعلوا من هذا اليوم نقطة انطلاق لمزيد من النجاحات والتفوق في حياتكم المستقبلية. العالم ينتظر منكم الكثير، ونحن على يقين بأنكم ستكونوا على قدر من هذه المسؤولية. هل تسمحوا لي أحكي بلغة بسيطة أكلم وواجه طلابي؟ هل الكلام الموجه للطلاب اللي ما حالفهم الحظ سواء بالمعدل أو بالنجاح؟ طبعاً الطلاب هذول بيقولهم ما في أسوأ رب ضارة النافعة، وسبحان الله لخير. واحدة من الناس اللي واجهت هاي النقطة هي أنا، واحدة من الطالبات اللي كانوا ببيت شعر للمتنبي: ما كل ما يفقده المرء أو ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وفي كل الخير. سبحان الله،
جيت على الأردن هون، أنا كنت من مواليد الكويت مع حرب الخليج وجيت على الأردن. هذا الكلام هون جابوا طلابي، ما في ما كنت بحضر على أي معدل جبته. سبحان الله لما جيت هون قدمت توجيهي جبت معدل مش عالي. هذا المعدل أهلني أدخل كلية الزراعة بالجامعة الأردنية. بالبداية تواجهت كثير من التنمر من طلاب كلية الطب كلية الهندسة، مش أنا لحالي، طلاب كلية الزراعة كان أدنى طلاب في الكليات العلمية. فكان التنمر، واجهنا من التنمر. إحنا نصيحة لكم، شو ما شفتوا لقدام ما تخلوا هذا يأثر عليكم. التنمر أثر علي سنة أولى وسنة ثانية، لكن سنة ثالثة حبيت التخصص، دخلت قسم التغذية، مع أنهم قالوا لي قسم التغذية قسم الطبيخ، وطلعت ما بعرفش أطبخ، طلعت التغذية إشي والطبيخ إشي ثاني. تمام؟ إياكم ثمن إياكم ومجالسة الناس السلبيين، إياكم ثمن إياكم أنكم تجلسوا مع حدا سلبي ويثبت من معنوياته. تمام؟ هلا نقول طلابنا خلصت المرحلة اللي هي البكالوريوس، سبحان الله سنة ثالثة رابعة طلعت من أوائل القسم أو من أوائل الكلية. كملت سبحان الله بعد ما البكالوريوس، كان نصيبي زوجي المهندس سليم دحبور، كان زوجي نصيبي بهدية، ساندني والحمد لله فضل رب العالمين والفضل بعد ربنا إله، وساند إخواني وأخواتي ووالدي ورضا الوالدين طبعا ورضا ربنا، ساندني لكملت الماجستير والدكتوراه. من هون انطلقت حياتي العملية، فشغلت عدة مناصب زي من فضل أستاذ هاني أكثر من منصب. اشتغلت بمثل مجال الاستشارات 11 سنة، بعدين مسكت منصب رئيس شعبة الجودو، من ثم رئيس قسم اختبارات الغذاء بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء. والحمد لله كنت مسؤولة عن 5 محافظات بالأردن، لكن أنا كان هدفي أكاديمي. طلعت درست جامعة الحدود الشمالية بكلية الطب، ومن ثم حاليا أنا عضو هيئة التدريس بجامعة البر كلية الصيدلة والعلوم الطبية. وشرفني أن أكون مع حضراتكم، طبعا أنا عضو بأكثر من فريق للتدقيق على المصانع ومنح شهادة حلال، وعضو مدقق من بريطانيا على مصانع الأغذية بالأردن لمنح شهادة الأيزو 22000 والأيزو 9001 وكثير من علامات الجودة. فمن هنا بقول لكم للطلاب مرة ثانية هنيئا لكم، مرئة هديكم إياكم ثمن إياكم ومجالسة حدا يثبت من معنوياتكم، وفي كل من خير. ولا يسعني إلا أن أدعو لكم بأن ينفع الله بعلمكم ويرفع من قدركم، وأنهي ببيت شعر أو بمقولة لرحمة الله عليه الشافعي. كنت دائما سبحان الله من السنة من التوجيه له لغاية لحظة هذه المسكتي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يبدى بعاصي. مبارك تخرجكم إن شاء الله.